سلسله انتصارات انقطعت في دقيقتين من عدم تركيز، اخطاء دفاعيه، اظن ما كنا مركزين بشكل كبير في الدفاع. قاسيه الخساره هذه مره، لانه كنا فايزين في المباراه 90 دقيقه واحنا مسيطرين على مجريات المباراه. هذا ما زاد بعد الخساره، نظن انه ما جرعناهاش للحين. اعتقد خسرنا المباراه في اخر 6 دقائق، وهذا يعني شيء محزن بالنسبه لنا. هذا الشيء ما يترجم من مستوى الشوط الاول والشوط الثاني، كنا اميز وكنا افضل بالكوره وبدون كوره، قدمنا مباراه كبيره الحمد لله. يعني ممكن جواب على سؤالك ان الموسم هذا عندنا مجموعه حلوه، استقرار الجهاز الفني من الموسم الماضي. حاولنا لعب كرة القدم بشكل منتظم حتى عندما كان الأهلي يلعب بضغط عالي في الشوط الأول. لعبنا أفضل في الشوط الثاني، فرصنا أخطر، استحقينا الفوز. لكن في النهاية عندما تخسر مباراة كهذه تكون محبطة لنا كمدربين ولاعبين وجماهير، لأنك لا يمكن أن تخطئ في آخر 5 دقائق وتهدي المباراة.